هل جرت العادة بحفظ النقد في حظائر الغنم؟ ما جرت العادة، ولهذا قلنا إن حرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه، وهذا يختلف باختلاف الأموال. فحرز الغنم والماشية الحظائر مثلا، حرز النقود في الصناديق المقفلة في البيوت والغرف وما أشبه ذلك، فحرز كل شيء بحسبه، فإذا سرقه من حرز ففيه القطع. ولهذا فإن من يسرق الثمر المعلق وهو على الشجر لا قطع عليه، لكن لو أن صاحب المزرعة أخذ الثمر هذا ثم وضعه في كراتين وغلفه وجعله في مستودع مثلا، فجاء ودخل مستودع وأخذ، حينئذ يقطع، لأن هذا سرق من حرزٍ.